السلام عليكم الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد ديال اليوم. الفيديو ديالنا ديال اليوم اختارينا لكم واحد 6 ديال السيارات. هاد السيارات اللي معروفة بالاقتصاد، المحركات اللي غنهضروا عليهم ديال ليسانس فقط ماشي ديال المازوت. هاد السيارات تقدر انك يعني تستعملهم الاستعمال اليومي. غادي نهضروا على المميزات ديالهم وعلى العيوب ديالهم، وانتوما اللي غادي تعرفوا اش من سياره من هادو اللي غادي تصلح لكم. هاد السيارات قيدتهم هنا في الورقه باش ما ننسى حتى شي وحده، ونذكر كاع الاسامي ديالهم، وكل وحده غنهضر عليها غادي نقول لكم العيوب ديالها والمميزات ديالها والكونسوماسيون ديالها. غادي نهضروا على اول سياره اللي هي هيونداي اي 10. هاد الهيونداي اي 10 اللي بدات من 2008 واستمرت حتى ل 2013. هاد الهيونداي اي 10 اشمن سيري او اشمن وحده اللي غادي ناخذ من هاد الاول. هاد الهيونداي بدات في 2008 الفاز ديالها الاول، واستمر حتى ل 2010. الفاز ديالها الثاني بدا من 2010 حتى لل 2013. كنصحكم الا بغيتو تاخذوا هاد السياره ما تاخذوش 2008 2009، خذوا من 2010 حتى لل 2013. علاش؟ حيت دائما الفاص الاول في اي سياره كيجيو فيه المشاكل، وهاد المشاكل اللي كيجيو فيه كيحاولوا انهم يصلحوهم في الفاس ديالو الاخر، وكيوقع واحد الفيس ليفت على السياره اللي هو تصحيح الاخطاء وتصحيح المعالم ديال السياره والى اخره. الكونسوماسيون ديال هاد السياره كتراوح من 4.8% حتى ل 6.9%. هاد السياره ما كتكونسوميش من طبيعه الحال، كاين اللي خارجه بالمحرك ديال 3 سلندر وكتكون قليله شي شويه، ولكن موجودين اللي كيكونوا 4 سلندر. السعه ديال السيارات في هادو اللي كيكونوا يعني قلال في الكونسوماسيون او في الاستهلاك من 1 لتر حتى ل 1.1 لتر 1.2 لتر في 4 سلندر. كونسوماسيون ديالهم مزيانه، سياره اعتماديه داخل المدينه تقضي بها الاغراض ديالك. المميزات نتاع هاد السياره، المميزات ديالها فهي سياره صغيره خصوصا للسيدات، سياره صغيره خفيفه يعني تقدر تستاسيونيها في اي مكان، ما عندك مناش تخاف منها. اجيو نهضروا دابا على العيوب ديال السياره. العيب ديال هاد السياره هو ان البنيه ديالها حدو قدو، البنيه ديالها على قدها، سياره خفيفه البنيه ديالها خفيفه بزاف، هادشي علاش هاد الطوموبيل ما كتكونسوميش بزاف. العيب الثاني يعني اللي غادي يفرع لك هاد السياره الا بغيتيها تعيش معاك مده طويله، حاول انك ما تهزش عليها تقل، واكثريه تقل وانتايا طالع في العقبه. هاد السياره شحال ما كانت كتكونسومي قليل، الا هزيتي عليها تقل كتولي كتكونسومي بزاف، والموتور ديالها معروف بالتقل انه كيموت، والكاروسري ديالها بتقل كيعوج. هادو هما العيوب ديال هاد السياره. اما القطع ديال الغيار ديالها واش موجود واش ماشي موجود، القطع ديال الغيار ديالها فهو موجود كاين، مع من كتوحل كتوحل مع لاكسيسوار. لاكسيسوار ديال هاد السياره هو اللي قليل. ندوزو دابا للسياره الثانيه. السياره الثانيه هي كيا بيكانتو. كيا بيكانتو غنية عن التعريف، كلشي كيعرفها، اللي بدات من 2004 واستمرت حتى ل 2011. الفاز ديالها الأول بدا في 2004 حتى ل 2007 وقف، وبدا الفاز ديالها الثاني من 2007 حتى ل 2011 وقف وخرج النوفو ديالها. أش من سيارة اللي تصلح ليك من هاد الأوان؟ خود دائما الفاز الأخر 2007 حتى 2011، يعني هنايا كيكون تم التصحيح
على الاخطاء اللي كاين في السياره والاخطاء اللي كانوا شحال هذه ما بقاوش. الكونسوماسيون ديال هذه السياره كيا بيكانتو كيتراوح من 4.5% حتى 6.2%. سياره اقتصاديه اعتماديه في قلب المدينه، تسخر بها دير بها يعني تقضي بها الاغراض ديالك كلها. هذه السياره يعني العيوب ديالها والمميزات ديالها. الميزه ديال هذه السياره انها ما كتكونسوميش. الميزه ديالها الثانيه انها سياره صغيره تقدر تستاسيونيها في اي مكان بدون اي مشاكل. الميزه ديالها انها ما كتكونسوميش حيت الكاروسري ديالها خفيف. السعه ديال المحرك اللي تاخذه في هذه السياره راه نفس المحرك اللي كاين يعني في الهيونداي كيخرج في هذه الكيا بيكانتو، ما كاينش الفرق. المحرك اللي كيكون اقتصادي دائما 1 لتر 1.1 لتر 1.2 لتر، من طبيعه الحال كيخرجوا بالمحرك ديال 4 سلندر. العيوب ديال هذه السياره، العيوب ديال هذه السياره انها سياره صغيره وضيقه بزاف، ما تصلحش للعائله، تصلح 3 ديال الاشخاص الله يتقبل، الشيفور ومرتو وشي جوج وليداتو كيكونوا صغار للور. يعني سياره صغيره، هاد السياره يعني بحالها بحال هيونداي اي 10. تفهمنا العيوب ديال هاد السياره؟ العيوب ديال هاد السياره هي البنيه ديالها خفيفه، البنيه ديالها على قد الحال، الهيكل ديالها خفيف حيت داروها باش ما تكونسوميش. وهاد السيارات اللي غنهضروا عليهم دابا كلهم صغار. وفي الاخر ديال الفيديو غادي نقول لكم واحد المعلومه، واش هاد السياره تقدر تسافر بها او لا، وكيفاش دير تحافظ على هاد السيارات هادو كلهم اللي غنهضروا عليهم. العيب الثاني ديال هاد السياره هو الاكسسوار ديالها قليل بزاف من ناحيه ديال الميكانيك، بياس ديالها موجود. ندوزو للسياره الثالثه. السياره ديالنا الثالثه هي سيزوكي التو. هاد سيزوكي التو بدات في 2009 واستمرت حتى 2014. هاد سيزوكي التو اش من موديل اللي غادي ناخد؟ ما تاخدش 2009، خود 2010 للفوق. سياره اقتصاديه مزيانه على قد الحال ديال الدرويش، اعتماديه في قلب المدينه، تمشي بها فين بغيتي، تقضي بها الاغراض ديالك. هاد السياره الرقم واحد في الاقتصاد. هاد السياره كما قلت لكم الرقم واحد في الاقتصاد. الكونسوماسيون ديالها من 3.5% حتى 4.8%. علاش هاد العدد اللي كتكونسومي قليل؟ حيت هاد السياره اغلبيه ديالها خارجه ب 3 سلندر، يعني 3 ديال السلندرات. العيب ديال هاد السياره هو انها صغيره وضيقه بزاف على جوج ديال السيارات الاولين اللي هضرنا عليهم. العيب ديالها الثاني سياره خفيفه. العيب ديالها الثالث هو هاد السياره يعني الاكسسوار ديالها قليل في السوق بزاف، الاكسسوار ديالها قليل في السوق بزاف، وبعض البياس ديال المحرك ديالها قليل في السوق بزاف. بعض الحساسات سيرتو الحساس ديال الامارش هذا مفقود في السوق، قليل فين تلقاه، في الجديد او في لافيراي، ولا لقيتيه في لافيراي عارفينو ما كاينش في الجديد وكيكون الثمن ديالو غالي. ندوزو للسياره الرابعه. السياره الرابعه هي سيزوكي سيليريو. هاد سيزوكي سيليريو الموديل 2009 للفوق هو اللي تقضاوه، ما تمشيوش للموديل 2009 للتحت. الكونسوماسيون ديال هاد السياره من 4.5% حتى 6.5%، حيت هاد السياره الكاروسري ديالها شي شويه ثقيل. سياره اعتماديه في قلب المدينه، تقضي بها الاغراض ديالك في قلب المدينه، تمشي بها فين ما بغيتي في قلب المدينه، الكونسوماسيون ديالها قليله والى اخره. العيب ديال هاد السياره هو البياس ديالها قليل بزاف، والبياس ديال الاكسسوار او ديال الكاروسري فهو قليل بزاف. ندوزو دابا للسياره الخامسه. السياره الخامسه معروفه
والناس كلها كتعرفها وبزاف ديال الناس كيتقداوها مهما العيوب اللي فيها، ولكن مقبولة بالنسبة للطبقة اللي كتكون عادية ما عندهاش وباغية تكسب سيارة. السيارة الخامسة هي هوندا جاز، واش من هوندا جاز اللي غادي تصلح ليك نتايا بالضبط. فهاد الهوندا جاز ما غاديش ننصحكم بالنوفو، غنصحكم بالموديل اللي بدا من 2001 حتى 2006، وما بين 2001 و 2006 يستحسن تاخذ الموديل من 2004 حتى 2006، حيت الفاس ديالها الثاني حيدوا هذوك الديفويات اللي كان في الفاس الاول. هاد السياره كتخرج ب 4 سلندر، الكونسوماسيون ديالها 5.2% حتى 7.5%، سياره مقبوله في الاقتصاد. الكاروسري ديالها كبير متسع واحد شويه، تقدر تهز فيها الباجاج، تقدر تمشي بها لاي بلاصه ماشي غير في داخل المدينه فقط. العيوب ديال هذه السياره هو المشكل ديال الضوء، كيكون فيها المشكل نتاع الضوء، ماشي المشكل ديال الضوء ديال الاناره، المشكل ديال الضوء الاشتعال في قلب المحرك. كاع اللي عندهم هذه السياره كيعانيو من المشكل ديال الاحتراق في القلب ديال السلندرات. هذه السياره غير تهلا فيها فقط، اما نقولوا سياره مقبوله، غير هو فاش تدخل بها لوتوروت حاول انك ما تجريش بها حيت الشاصي ديالها على قد الحال. ندوزو للسياره ديالنا الاخرى وهي سيزوكي سويفت. هاد سيزوكي سويفت ملي تبغي تقداها خذ الموديل 2004 للفوق، ما تاخذش لاسيا. 2004 للفوق سياره مقبوله اعتماديه في قلب المدينه، يعني الصرفيه ديال البنزين ديالها او الاستهلاك ديال الوقود ديالها من 4.5% حتى 6.5%. وهذه السياره كاينه اللي خارجه 3 سلندر وكاينه اللي خارجه 4 سلندر. هذه السيارات كلهم اللي هضرنا عليهم، او نكملوا على هذه السيزوكي سويفت. هذه السيزوكي سويفت العيب ديالها الوحيد هو النظام ديال التوجيه كيتقال مع المده ديال الوقت، والعيب ديالها الثاني هو الكاروسري ديالها خفيف، والعيب ديالها الثالث هو المشكل ديال الضوء، كيوقع فيها خلل في المنظومه ديال الاشتعال باش يكون عندك واحد الاحتراق في قلب المحرك وكتولي كتكونسومي. والسياره من طبيعه الحال صغيره وضيقه. ودابا بعد ما هضرنا على هاد السيارات كلهم، اجيو نعطيكم النصائح كيفاش ديروا تحافظوا على هاد السيارات. هاد السيارات كلهم اللي هضرنا عليهم المحركات اللي ما كيكونسوميوش 1 لتر 1.1 1.2، كتفوت 1.2 كيبدا الموتور ديالهم كيكونسومي. هاد السياره كيفاش دير انك تحافظ عليها؟ ما ديرش ليها الماء ديال الروبيني، ما ديرش ليها الماء ديال الباهيه، ما ديرش ليها الماء ديال الحرازو، ما ديرش الماء الثلاجه، ما طيبش الماء في المقراج وتكبوا فيها. ثاني حاجه ما تحيدش ليها الترموستا، دائما ديبوشي المنظومه ديال التبريد، هذا الشيء باش طوموبيلتك تعيش معاك. الحاجه الاخرى ملي دير الفيدونج، الفيدونج بدلو ليها دائما في الكيلومتراج ديالو المحدد باش الشومبرات لداخل ما ياكلوش الطق وما يموتوش ليك السواقل، وهنايا غتقتل التيراج في الموتور حيت هو صغير. العيب اللي كاين في هاد السيارات وما هضرتش عليه هو يعني المحرك فيه بزاف ديال الغوات، الطوموبيله كتغوت بزاف، علاش؟ حيت محرك صغير ومقجوج، هذا العيب ديالو. كيفاش دير تحافظ على هاد السياره؟ كيف ما قلت لكم يعني ما تهزوش عليها الثقل، وحاولوا انكم ما تجريوش بها بزاف للسلامه ديالكم، سيرتو في الفيراجات حيت السياره خفيفه تقدر انها تقلب في اي لحظه. يا الاخوان المعلومه المهمه اللي نسيت ما قلتهاش لكم، هاد السياره واش نقدر انني نسافر بها او لا؟ حل معايا ونيك مزيان واسمعني اش غادي نقول لك. هاد السياره تقدر انك تسافر بها، غير هو حاول انك ما تجريش بها بزاف باش الله يستر ما تقلبكش. ثاني حاجه شحال ما يعني المسافه اللي ضربتي، مثلا عندك غادي تضرب مسافه ديال 500 كيلو، في كل 100 كيلو وقف في الباحه ديال الاستراحه، خلي السياره تستريح شويه واحد 20 دقيقه او نص ساعه، ولا رجع عندها ديماريها وسير بحالتك، ومره مره بقى طليها على الماء واش فيها ناقص وعلى الزيت. السياره
تقدر تسافر بها، ولكن بهاد الشروط هادو ضروري المحرك خاصك تسكتو يبرد شويه وديك الساعه كمل المسافه ديالك اللي بغيتي. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.